يسعدني أن أرحب بكم في حصتكم المحبوبة صدى الشارع. موضوع اليوم يجعلنا نقف على المثل القائل: ومن شر البلية ما يضحك، حيث أن وزير الداخلية والسياحة على التوالي وقع قرارا يستطيع بموجبه المواطن الجزائري أن يقوم بكراء منزله للأجانب، وهذا لدعم النقص الملحوظ في الفنادق الذي انعكس سلبا على السياحة في الجزائر. والحقيقة أن السياحة تكاد منعدمة، لا لشيء إلا لنقص المادة الرمادية في عقول مسؤولينا. فكان من الأجدر أن يقوم الوزيرين بكراء الأراضي الجزائرية جمعاء لجيراننا المغاربة والتونسيين لإحياء وتطوير السياحة بها، عوض الخروج بحل يوقف العقول عن التفكير. ولماذا لا تفكر وزارة الداخلية ووزارة السياحة في كراء فيلات وفنادق سيدي فرج وموريتي ونادي الصنوبر للأجانب، عوض منحها للمسؤولين على حساب الخزينة تحت غطاء الوضع الأمني؟ أوليس للمواطن من مأمن؟ يا أيها المسؤولون العقلاء، كيف تطالبون الأجانب بزيارة الجزائر وتطردون أهالي البيت من القدوم وهم بالآلاف متشوقين لزيارة أرض الآباء والأجداد والجلوس إلى أهليهم لكي لا تنقطع الأرحام وقد وعد الله بقطع قاطع الرحم؟ وكيف يمكنهم فعل ذلك وقد تعاونت شركات الطيران الوصية على العدوان على المواطن الجزائري برفعها للتذاكر درجات وصفت بالجنونية؟ ولما لا يتخذ قرار يقضي بتخفيض، مع العلم أن الجزائري يدفع ما يعادل 8 مرات ما يدفعه جيراننا المغاربة والتونسيون الذين يشجعون عودة ذويهم أو بما يسمونها تشجيع السياحة العائلية، لأن في آخر المطاف ستقدم هذه العائلات على صرف أموال طائلة ستعود على المجتمع الجزائري بالخير لا محال. مشاهدي الأفاضل، ما الذي يجعل مسؤولون يعاقبون المهاجرين بمنعهم للعودة إلى أراضي الوطن؟ لماذا تدفع الحكومة أموال طائلة لتبييض صورتها لجرائد وصحف غربية فيما ترهق المواطن في الداخل والخارج؟ هل بإبعاد المهاجرين من بلدهم يحول دون إثارة مسائل سياسية تؤدي إلى حدوث ما حدث في تونس ومصر؟ ولماذا تصرف الحكومة الملايير على الراقصات والمفرقعات وتعاقب المواطنة التي كانت هي السبب الرئيسي في هجرته؟ أسئلة نطرحها عليكم مشاهدي الكرام في هذه الحصة. وقبل البدء في أخذ مكالماتكم، تفضلوا من مشاهدة تصريحات أحد المواطنين وهو السيد بالقاسم من لندن فيما يخص هذا الموضوع. الجزائريه تعيط يا خويا محبوب، خلوكش تعيط. كيف هذا؟ قال لك ما تعيطش. علاش؟ لا باسكو ما تغش تشري بيا يا حبيبي. علاش ما تسجل 460 واحد يشريها 767 خويا. لا يا الحق 667 الحج انايا 460 خو هكذا صاي يقول لك خلص بالبوندا تاعي. بوندا 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 انا ديجا لي بروسي تاع الثمنه ديجا غير كيفاش قام من البلد. علاه؟ صح والله غسلوا عن بها الحكومه تاعنا، والله عاونونا شويه ولا غير سيريو. هذه 400,000 من هنا والله راهينا لازم يخلصوا 400 راه واجيش تاع تويش خو. صح هكذا غير في المجموعه تاعك. اي انا 200,000 يساعدك 200,000 وبزاف. عندي باش نساعدهم ويساعدونا. خلاص 200,000 يساعدونا ويساعدوهم. بزاف ولا غير بزاف. صلوا على النبي. علاش يزيدوا ينقصوا؟ علاش في رمضان يزيد؟ وعلاش في الصيف يزيد؟ وعلاش في الصيف يزيد؟ تحملتوا المسؤوليه حاوستونا. قلنا معليه هبطنا لكم قلنا للدعوه مفرج قلنا معليه. طلعنا لهنا قلنا الراس معمر قلنا معليه. دار حتى تحرق قلنا معليه. نقصونا في البيت نشوفوا العجوز والشيخ. اسمع اسمع، الطفله في عمرها عامين قال له كيما انت تخلص كيما انت صح؟ اي قال لك زعما في عمرها عامين تخلص بلاصه نورمال. ديرها في راسك في دارك. سيد قال لي 667 قال لي. يا اخي 667 باش تروح السوادي. اي قيس كاع الجزائريين في بريطانيا. الله غالب اللي عنده دراري كيفاه؟ وين يديرهم؟ اللي عنده 3 4 تسمى يخلص 16 مليون هذا يزيد تعطيه صرف. لا عندي معك كيما نفس تكلم واش قلت انت عندك. لا هو المشكل المشكل كبير، هذا مشكل كبير. دونك حنا المصاغ اللي يخدموا لهنا الويجز تاعهم معروف لهنا والازمه الاقتصاديه. والازمه الاقتصاديه قاس ثاني. الازمه الاقتصاديه بدا كاين ناس مزوجين كان عندهم دراري كان عندهم فهمني. دوك كيما انا عندي طفله انا حاب نهبط في العيد باش نشوف الشيخ بابا عنده بزاف ما جابهاش. امراه عامين ونص دوك البيه راه 400 يا ولد. حق 667 سيد شفتوا فلان زعما لقينا واحد رخيص 400 انا 400 وبنتي 400 800 نزيد نقول صرفت.
مشاهدي الكرام، هذا يعني عينة من معاناة بعض المواطنين المقيمين هنا ببريطانيا. نأخذ أول مكالمة. محمد من أبو ظبي، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك أخ محمد؟ والله الحمد لله، صحة فورك. الله يسلمك، كيف حالك اللي؟ بارك الله فيك. الله ينور. شفت الفيديو معنا الأخ محمد؟ تفرجت على الفيديو؟ كيف؟ شفت الفيديو معنا؟ تفرجت؟ أيوة طبعا. نعم، ما هو تعليقكم يعني؟ بادئا ببدء الشكر للمقدمة اللي قمت بها، واللي اليوم يعني كانت على غير العادة حامية الوطيس. نعم، وهذا يعني كيش نقول لك، ما يعني أقل شيء ممكن يقدر يقال، يعني لأن والله حتى أصبحنا يعجز اللسان عن 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 وجود الكلام اللائق في وصف الأشياء، لأنها غير موصوفة. أولا علاش هاد لي جيموني تاع إير الجيري؟ علاش دونك كل بي اللي سوا ديزون اون اون تران دو بارلي دو نوفرتور ايكونوميك اي تو راها باقيه؟ بورتون يعني سو لو بلون دو لا كاليتي، والله العظيم والله العظيم الانسان، اي انسان يل ديكوفر نيمبورت كيل كومباني ايريان اوتر كو إير الجيري، يل فا ديكوفرير لا كاتاستروف دو إير الجيري. اي كومباني ايريان يعني مانيش عارف، ما نروحوش حنا لوفتونزا ولا ما على باليش، نروحوا لاي كومباني احسن بكثير وفي كل المجالات، من ناحيه الاسعار، لا بريستاسيون دو سيرفيس، لو سوا ايتترا ايتترا. المهم نعم، احنا بقاتنا فرضت علينا السلطه إير الجيري، ادي ولا خلي. ولكن رغم ذلك اللي قلت لك، في وقت من الاوقات قبل مجيء الطيران للخليفه في الجزائر، راني عاقل، الانسان اللي يعرف واحد إير الجيري وكانه يعرف واحد في رئاسه الجمهوريه. نعم، ما 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 مانيش عارف الا تتذكر لا بيريود هذيك، يعني كي تكون عندك معرفه في إير الجيري راك من المحسودين، راك من المحسودين. نعم. اليوم اللي دخلت خليفه للطيران، رغم ان وجودها كان يعني ما ندخلوش في التفاصيل. نعم، تاع واش صرا وكيش صرا. نعم، نهضروا على دو كومباني ايريان يعني كانت اخ محمد، يعني كانت هناك منافسه. بارك الله. نعم، يعني المنافسه تاع شركه اللي داخله جديده، واللي حتى الارسنال ايرونوتيك اللي عندها يعني عدد الطائرات كاريتهم، ماشي حتى نتاعها، ماشي كسبتهم. نعم، والله العظيم يا سيدي الكريم، حتى اصبحت إير الجيري تشحت في ليبي، تشحت تطلب في المواطن يجي يدي عليها البي، يعني حتى الموظفين يعني كانت هجره يعني قويه من حيث يعني من الخطوط الجويه الجزائريه، يعني هاجروا نحو شركه الخليفه في تلك الحقبه. يعني توت لي كومبيتونس اللي كانوا في إير الجيري واللي كان عندهم الاقل من الانفه، واللي ما كانوش راضيين بنمط التسيير وهذا العجرفة وهذا كيش نقول لك ومالكين ملاك، هذا نفس ليطا ديسبري إل سابليك أه توت لي كومباني هيجيمونيك. رانا نهضروا على السونات غاز، نهضروا على السونات راك، نهضروا على إير الجيري، توت لي كومباني راهم في ملك باهم، والشعب راه خدام عندهم، ما راهمش في خدمة الشعب، الشعب في خدمته. يا سيدي الكريم، هنا في مطار دبي أقسم لك بالله العلي العظيم، إذا أنت بغيت تشوف الفضيحة بعينها، روح شوف استقبال المواطنين الجزائريين الرايحين ولا الجايين، من طرف لشاف ديسكال ألجيريا، من طرف لا كومباني ألمان، ما نلومش الناس بحد ذاتهم، لأنهم هم كذلك يعني عليهم ضغوط وإمكانيات رديئة لدرجة لا تتصور، ما رغم هذه الأسعار، رغم هذه الأسعار. والله العظيم والله العظيم، أنت تتصور أنه إير الجيري نابيون كومبلي فيه سي سياج بور بيبي، ستة تاع لي سياج بور بيبي في هذه الصائفة، ألور كو كاع الناس تدي ولادها باش تمشي، إلا ما كانش على الأقل كاين 20 30 بيبي. نعم، يعني نعرفوا العائلات الجزائرية يعني كثيرة العدد يعني بين قوسين. يعني أنا اللي نتسائل فيه واللي ما غريب، والله العظيم غريب، ما يسمحوش لكومباني آيريان
اوتر في الجيري دو سانستالي اون الجيري. سؤال مطروح، لماذا ترتفع الأسعار يعني خاصة في المواسم، موسم الأعياد والرمضان يعني موسم الصيفية، يعني إذا قارناها كما قلنا يعني بالأسعار جيراننا، يعني حتى نشوفوا يعني احنا القاطنين بأوروبا، يعني تونس يعني كما نقولوا بعيدة عن الجزائر جغرافيا، ولكن يعني احنا ندفع 8 مرات اكثر مما يدفع التونسيين، لماذا؟ بالطبع يا سيد الكريم، احنا ندفع 8 مرات ما يدفعه التونسي، وندفع 4 مرات 5 مرات ما يدفعه المغربي، وهذا لسبب بسيط جدا. نعم. عمر ما كان في حساب اي مؤسسه جزائريه اللي هي تحت هذا الحكم الجائر، عمر ما كان في حسابها المواطن الجزائري يفرض، والمواطن الجزائري ما عندوش اي اختيار. لما تكلم عن المواطن التونسي، المواطن التونسي لما خاج اير تونيزيا ياخذ اير فرنس، ياخذ اللي يبغى، كل يعني اطار التنافس موجود. نفس الشيء في المغرب، ولهذا لا كومباني لوكال لازمها تكون في مستوى التحدي، في مستوى التحدي في كل المجالات. لكن في نفس الوقت أخي محمد، يعني في نفس الوقت نلحظ أن هناك جهود من طرف المسؤولين لترقية القطاع السياحي، لكن يعني عندهم حلول في أيديهم، يعني يضربون بها عرض الحائط ويريدون أن خلق حلول لا توجد فيها أي عقلانية. يعني بارك الله فيك، دائما نعود لمفهوم الرجل المناسب في المكان المناسب. لما تتكلم عند الناس عن الناس هذو، حتى لي كومباني بوبليسيتار انو سون با كابابل دو 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 برودوير ان برودوي بيرمون لوكال بكفاءات جزائرية، حتى بهذه الناحيه انو سون با اسيت اوتور. يعني باش تتصور كيفاش 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 ولا مستوى التسيب. هذا تسيب، يعني ناس ضانين نفسهم وعندهم قناعه تامه، عندهم قناعه تامه باللي هادو ناس راهم يشتغلوا في ملك باهم مش في ملك شعب. يدخل لي يخدم من يبغى، يستعمل لو بري اللي يبغى. يا الطياره، والله العظيم المره اللي فاتت الوالده عندي مسكينه مريضه بالسكر، جات اقسم لك بالله العلي العظيم اقل 7 ساعات روطار. لا حول ولا قوه الا بالله، بدون ما كانش يعني تمشي تشوف المعلومه ولا استنى، ضرب راسك مع الحيط، موت حيا، ما ماشي همهم. يا أخي محمد نشكرك، كانت دردشة ممتعة يعني مع أخي محمد من أبو ظبي، نشكرك جزيل الشكر. لدينا متدخل آخر، يعني متدخل جديد من باهاماس، متوكل من باهاماس، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ أنا سأحاول أن أتكلم بالدارجة لكي يفهمني كل الجزائريين. أتكلم بأي لغة تريدها يا أخي. بارك الله فيك. أولا أنت قلت في الأولى شر البلية ما يضحك. تفضل. حقيقة الحكومة الجزائر حكومة الخبط، واسمح لي على هذا التعبير، حكومة الخبط. فالإدارة في أي إدارة الجزائرية إدارة الخبط. أولا نورمالمون أنا كنت نشتغل في واحد الشركة وراني مقيم، كنت منظف وأفتخر أني منظف. نعم. افتخر اني منظف طائره، واللي زوتيس لي زوتيس دولار دور بيا، هما كيدخل طياره عمر في حياتهم لا يقولوا لك صباح الخير ولا يردوا عليك صباح الخير، والاجانب هما يقولوا لنا قبل صباح الخير وصباح الخير السلام عليكم، سواء طياره تاع المغاربه سواء التوانسه سواء، وزيد يعطونا الاكل وهما من عندهم ساكن.